السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم، بحبكم في الله. ما تنسوش اللايك والشير فضلا وليس أمرا، علشان خاطر يتوغل الفيديو في ربوع اليويو، واللايك الواحد برافو عليكم بيرفع بيخلي الناس تشوف، اللايك الواحد بيخلي 5 يشوفوا الفيديو جداد. يعني لو بقى 300 لايك يبقى في 1500 شخص جداد هيتفرجوا على الفيديو، واكيد يمكن يشبك 5 أو 6 منهم، ويعني زي ما بنقولوا ايه، القناه بتكبر صحيح بس زي السلحفاه، بس احنا راضيين. يعني النهارده موضوع مهم جدا جدا جدا، دفاع مستميت من الصدفه لزوجها، حبش كلمة طليقة دي، لأبو لافا لافا يعني المسمى الصحيح، وأيضا مها نجم هي سبب النار والحريقة والولعة اللي موجودة على اليوتيوب. هنتكلم بمنتهى الصراحة، لأن أنا حيادي في كل شيء وربنا يعلم، وحنطرح هل بالفعل هي مها نجم لابد من حملة لتطهير اليوتيوب منها، او خروجها من اليوتيوب، او اعتزالها، او يعني هنتكلم اذا كانت هي وراء كل اللي بيحصل في اليوتيوب. الاول هنتكلم على مدام صدفه، ونقول ان مدام صدفه دفعت دفاع مستميت عن ابو لافا لافا، وقالت في بس انا شفته، انا ما فيش بس لمدام صدفه ما بحضروش، لان انا برتاح نفسيا لما بشوفها وببقى عايز اطمن عليها، اعتبروها اكنها بنتي والله وبطمن عليها، خاصه من ساعه وفاه والدها وكده. فقاعده وطبيعيه خالص وبتقول والله والله ما حصل ولا عمر اتهمت ابو لافا لافا ان هو سرق الذهب او ما شابه ذلك، وهي صادقه، هي بالفعل قالت ان الذهب راح، بس ما وجهتش اي حاجه لطليقها ولا كلمه ولا اي حاجه. وبعدين انا افرض دلوقتي قلت كلمه، انا مثلا عادل فتحي قلت كلمه في حق زوجتي، ما تجيش مثلا بعد شهر بعد 2 بعد 3 اختلفت مثلا مع مدام مها نجم تفضل تقول لي ايه وانت قلت كذا على مراتك، وانت قلت كذا على مراتك، ده عيب. يعني حتى لو الانسان حصلت له زله لسان، وانا قلت دايما اي انسان لحظه الغضب بيقول اي كلمه، ما بي يعني بيبقى زعلان، يعني بيروح خاطب، لا، فما تتحسبش وافكر الانسان بيها وانت قلت وانت قلت، لان احيانا يعني الكلمه اخطر من الصاروخ، لان ممكن لو في وفاق وضحى يحصل وبراهن عليه وبالامس حسن في الدقيقه 14 قال كذا كذا، لكن انا قاري المشهد وعارف وعارف ان هنا مفيش غير صدفة الكبيرة عند حسن، وعارف ايضا عند مدام صدفة ان مفيش غير ابو لافا لافا مقفول يا جماعة، مفيش باسورد، دي لا هتقدر تعيش من غيره ولا هو هيقدر يعيش من غيرها. بعض الناس اللي بيقولك ازاي وحصل يا جماعة، احنا مالنا، هو ده هيبقى الاجراء السليم للكل يعني، فما حدش يتدخل، ولكن ندعو اذا كنا بنحب لافا لافا هذه الطفله الجميله اللي هتبقى نجمه على فكره كبيره، وهي اللي هتقعد امها في البيت او هتخليها بقى ايه، هتقعدها لان البنت بسم الله ما شاء الله، ريحه ملابس لافا لافا ابوها عايز يشمها كل يوم، ابوها عايز يشمها كل يوم، ونفس حسن في الشقة عند مدام، ده حاجات بقى أنا مش عايز أتكلم فيها عشان دي مشاعر إنسانية. مدام صدفة عايزة نفسه في قلب الشقة. الحب يا جماعة في هو الحب، إيه هو الحب كده؟ ففي الأول وفي الآخر، بس طبعًا هيبقى فيه بعض الضوابط والحاجات إن إحنا كبرنا، وأنا بقول له برضه لمدام صدفة نصيحة علشان أخلص ضميري. اي رجل عصبي بيبقى من سن 16 لحد سن 28 متهور جدا،
ومن 28 لحدها 38 بيبقى إنسان صعب، صعب السيطرة عليه، صعب جدا. ومن 38 إلى ما لا نهاية بقى لحدها يعني لكل أجل كتاب، بيبقى شاب، بيبقى راجل في منتهى الوداعة والهدوء. فأنت خدت المر، اللي جاي الحلو. شايفين الكلام يا جماعة؟ هدوا ما بين الناس، هدوا الصورة اللي بين الناس. فأنت اللي جاي لك حلو، اللي جاي من حسن حلو، هيهدخ، مش هتصدقي إن ده حسن وتغير في شخصيته تماما. بس لما يبقى عنده 38 سنة، فاضل له سنة، فاضل له سنة ونص، فاضل له 6 أشهر، خلاص. بالنسبة لأبو لافا، أنا مش هقول له إنك مش هتلاقي حد يحبك في الدنيا قد أم لافا لافا، ولكن هي العصبية. مدام صدفة، بنقول إحنا إيه، ست راجل يعني. فلا، هي كأنوثة، منتهى الأنوثة الكاملة، ولكن في تعاملها خشن. لا، لازم تدلع وتدي برضو الحسن مساحة كبيرة من الحرية، لأن حسن أهل لهذه الحرية. أهل يعني إيه؟ يعني يستاهل. في شخص بيبقى باين إن هو وضع سلوكه الشخص كذا، وده سلوكه كذا. الإنسان ده لا 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 لا، جني ذهب في تعامله مع السيدات، ولا لا 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 لا. وفي الآخر الحب اللي هينتصر. واسمعوا كلام عادل فتحي، وإن شاء الله أيام قليلة جدا ويرجع الوئام. حسن مش هيستغنى عن ريحة ملابس لافا لافا ولا أمها. كل التحية. نخش بقى، ده الموضوع الأولاني. فبرأت حسن تماما من موضوع الذهب، وأنه ما حصلش ولا أي شيء ولا أي حاجة. وبعدين أنا زي ما قلت، ده كلام منهي تماما. نخش بقى على الموضوع. مدام هنجم، أنا بقالنا سنة ونص ما بكلمهاش، وكان في سوء فهم. أنا ما زعلتش منها، أنا زعلت من بنتها بسملة، لأنها في يعني في دور أحفادي أو أكبر من أحفادي بثلاث أربع سنين. يعني أنا أصغر عيل عندي 35 سنة أكبر من حمادة بعشر 12 سنة. أنا عندي أحفاد 15، هي إذا كانت 18 سنة هي أكبر من أحفادي. فلما طلعت في البس أنا زعلت، لكن عمري ما زعلت من عم أسامة، عمري. ولا عمري زعلت من مدمها، برغم انها عند الاستاذ منعم قالت كلمتين مع ان غير حقيقي بالمره. والله عمري في حياتي ما كنت ابدا طاعن لمدمها. ممكن اختلف، ممكن في النقد ابقى قاسي عليها او متحامل عليها، لكن يظل لها مكانه شخصيه عندي. واظل اعترف واقر وانا في كامل قوايا العقليه بان مدامها هي الوحيده اللي ساعدتني في اليوتيوب، وساعدتني ودعمتني دعم قوي جدا. ومش انا لوحدي، ناس كتيره جدا. الست دي فضلت تعطي كتيرا جدا. لكن اتفاجئت، قولي يا عم انت قاعد تقول مهنجم ومش مهنجم، ده مهنج هي السبب في الحرب اللي قايمه في اليوتيوب. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي طب خد دي، مش في مشاكل بين اوكرانيا وروسيا؟ قال لي هتدور هتلاقي مها اللي ورا المها. قلت له يا مها بتتكلم روسي ولا اوكراني؟ قال لي مها. خد مفاعل تشيرنوبيل، مش كانوا هيفجروه وهو متفجر سنه 1986؟ قال هتلاقي مها اللي كانت ورقه. يا ابني ايه ودها؟ يبقى هتروح مدينه، هتسيب اليوتيوب؟ ده ست عندها 5 اولاد وحملها تقيل، حمل مدام مها نجم يا جماعه الخير تقيل، تقيل قوي. انا اعرف لما يبقى عندها شاب على وش جواز، وعندها بنت على وش جواز، والبنت الثانيه الله اكبر زينب على وش جواز، وعندها توأم صغير. دول 5 بلغة الأرقام النهاردة عايزين 7-8-10 مليون جنيه ومعهاش حاجة، وبتقول يا رب. فبرضو ده حرب في أكل عشها لما الاقي المنصات كلها. المهم قلت طب انت بقى روح ولف وشوف ايه اللي بيحصل. جايز اتحولت مدام مها نجم وبقت هي بالفعل
لازم حملة لإقصاها من هذا، إذا كانت السبب في حرب روسيا وأوكرانيا. فرحت عند أصدقائها سيدتين أعرفهم كامل الاحترام لهم والتقدير لهم، لقيت فيه بس بالأمس صعب جدا صعب، توقعتوش أبدا. وتذكر فيه صور وصور مش عارف بورنو، لا إزاي معقولة. رحت للأخت الفاضلة الثانية وهي بنت حسب ونسب ورثة أصل رفيع وجوزها من الناس الطيبة الخيرة، اتفاجئت إنها مسحة في المنتدى، والمنتدى كان حاجة صعب الناس وصلتهولي اللي كان قبله، وبرضه حتى في اللي هي كاتباه. الله الله، رحت المدام، معقولة؟ لا ده لا ده في حاجة. أنا هقول لمدامها وهقول للسيدتين الفضلتين بدون ذكر أسمائهم، مهما وصل الخلاف بينا ومهما حدث بينا، في حاجة اسمها تليفون، ما نشمتوش حد فينا، نطيب خاطرنا يا ستي، اخرجوا نخرجوا من بعض بس بدون أي التحام، يعني بدون ما نتناول بعض، لا باللمز ولا بالهمز ولا بالغمز، يتن الاحترام والتقدير هو القائم بينا. لأن كان في يوم من الأيام واكلين شربين قاعدين نايمين عند بعض، ده الأخت الفاضلة اللي هي مش من القاهرة ضيفتها يوم واثنين وثلاثة، وأنا كنت بشوف البسات، هي ما كانتش بتطلع صحيح في البس، وكانت بتجيب صورة الشارع والكلام ده، وبهرة ويا أمه كان عندها بالدنيا ما كانش فيه، وكانت بتتنغم وكانت بتنغمها مدامها نجم، معقولة؟ والأخت الفاضلة التانية برضو كان تلاحم كبير جدا 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 ما بين ما بينها وما بين مدامها في بيت هنا وهنا، وأصدقاء، وإحنا نقوله في إيه؟ إمتى يختلفوا؟ إمتى يصدقوا بعض؟ عايزين نعمل بقى، ما ينفعش الكلام ده خالص، لا لازم حلقة وصل بينكم وبين بعض، لازم نبقى على الحب اللي كان بينا يبقى فيه في الأعياد في الواتس، ما فيش حاجة زي كل سنة وانت طيبة أولادك عاملين ايه بخير، وكل واحد في حاله ولا يتناول الآخر مطلق. أما عم أسامة، ودايما يا عم أسامة بيتك مفتوح وعمار للناس كلها، هذا الرجل من أنقى وأنظف ناس موجودة على اليوتيوب. إذا كان بعض المرات أنا شفته خرج عن السيطرة، فهو خرج عن السيطرة نتيجة احتمال طبعا كبير جدا، نتيجة الضغط اللي وقع فيه، أو دفاع مستميت عن زوجته أو عن بنته، وده حقه، ممكن يكون خرج زي أنا ما قلت. إنما معدن هذا الرجل الأصيل نادرا ما تلاقيه في هذا الزمن، لا عايز أقول الرضيء بقى، اللي زي ما بيقولوا مصورة مجاري وطفحت للأسف الشديد. فعم أسامة ولا ينكر أبدا، وانت يا عم أحسن سواق تاكسي، وانت معروف أصلك وفصلك في مصر الجديدة، صحيح انت من مواليد العباسية لكن انت ابن حسب ونسب ورثة الأصل الرفيع. وهتخيل بقى ان انا جيت معاك بقى راكب تاكسي ايام شبابنا بقى، ما احنا كنا برضو واحنا شباب أشقية شوية يعني، فبقول ايه لعم اسامه بهديله بقى الكلمتين الحلوين دولت. جيت من المطار راكب تاكسي عم اسامه، بالتاكسي عدى على روكسي، سالني عم اسامه قال لي انت منين واصل بلدك يا عم عادل فين، قلت له اسكندريه بلدي يا عم اسامه، اسكندريه بلدي يا ناس، وكفايه فيها ابو العباس وترابها ذهب ينداس، مولود في حي السياله في وسط احسن رجاله، وفي كل صيف يا عم اسامه ابقى تعالى. فسألت قلت له ايه المنطقة اللي احنا فيها دي، قال لي دي مصر الجديدة يا عم عادل يا جمالها، احلى بنات هم بناتها، ما احنا لسه كنا صغيرين. قلت له طب خلاص اطلع بقى على الجيزة، قال لي الجيزة اهرامها شاهدين على اجدادنا المصريين، وبنها دي اليومية بلدي وغالية عليا، ده اهلية دي مشهورة فيها الجمال في المنصورة، واهل الكرم في الشرقية بالزقازيق للحسنية. عم أسامة من أنقى وأفضل الناس الموجودية أخلاقيا، ويظل بيتك مفتوح للخير لكل الناس، وأوعى الخير اللي عملتوه تندم عليه في يوم من الأيام يا عم أسامة. كل التحية لأختي الغالية الصغنطوطة مها نجم،
ولأخويا الصغير أصغر مني بثلاث أربع سنين عم أسامة، وربنا يديك الصحة ويرزقك برزق أولادك الخمسة، وبإذن الله بإذن الله كل الخير جاي بإذن الله. محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.